السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم راح يكون اللي هو الفرق بين الأمريكان إنجليش والبريتش إنجليش. وأول فرق بين الأمريكي والبريطاني هو أنه الأمريكي بيستخدم الماضي البسيط بشكل كثير، والبريطانيين بيستخدموا المضارع التام بشكل كبير. فالمسألة بكرة بالامتحان راح يجيب لي جملة فيها مثلا هاز أو هاب وثالث، ويحكي لي حولها لأمريكان، بشيل هاز وهاف وبحول الفعل الثالث لتصريف ثاني، والعكس صحيح، يعني إن أعطاني تصريف ثاني وقال لي حولها بريتش بحط قبلها هاز وهاف وبحول التصريف الثاني لتصريف ثالث. مثلا ايت بحولها لهاز أو هاف ايتن، هاز بليد بقيم هاز وبرجع بليد لتصريف ثاني. إذا أعطاني نفي مثلا أعطاني بالأمريكي didn't مجرد، بحذف didn't وبحط بدالها hasn't أو haven't، hasn't أو hasn't حسب الفاعل طبعا، والمجرد بيصبح تصريف ثالث. وإذا أعطاني hasn't أو haven't وتصريف ثالث، لما أحولها لأمريكي بشيل hasn't و haven't وبحط بدالهم didn't وبرجع التصريف الثالث لمجرد. وفي السؤال نفس المبدأ، إذا أعطاني ديد ومجرد في الأمريكي وقال لي حولها لبريتش، بقيم ديد وبحط بدالهم هاز وهاف وبقيم المجرد وبحط بداله تصريف ثالث، والعكس صحيح. شوف الجملة هاي، she ate dinner، هاي أمريكي، I ate عبارة عن تصريف ثاني، ate عبارة عن إذن she ate dinner. هون زي ما بتلاحظوا هاي أمريكي، لما نحولها لبريتش بنحط قبل ايت هاز أو هاف، عشان شي مفرد بنحط هاز، وايت بنحولها لتصريف ثالث فتصبح ايتن. لنفرض أنه أعطاني I haven't played tennis، haven't played مضارع تام بريتش، haven't منرجعها لديدنت، وبلايد بترجع لفعل مجرد فتصبح بلاي. لنفرض أنه أعطاني بالبريتش have you gone، هنا have لما نحولها لأمريكي تصبح dead و gone تصبح go. لاحظوا الأمثلة التالية، في الأمريكي did you see لما نحولها لبريطاني did تصبح have لأنه you جمع، و see تصبح seen. وهنا أيضا I didn't eat my dinner، didn't أمريكي لما نحولها منحولها لهافنت، وإيت تصبح ثالث إيتن. I ate it already، ate مضارع تام، ate ماضي بسيط آسف، منحط قبلها هاف أو هاز عشان I مفرد I جمع، أو لنفرض أنني أريد تغييرها إلى هي، هنا إذن he ate it already، ننزل الهي، ate نضع قبلها هاز أو هاف لأن هي مفرد تصبح هاز، وإيت تصبح تصريف ثالث إيتن. الفرق الثاني بين الأمريكي والبريطاني أن الأمريكان يستخدمون gotten كتصريف ثالث بينما البريطاني يستخدمون got. فإذا أعطاني جملة فيها got بريطاني تصبح gotten بالأمريكي، والعكس صحيح. الأمريكان يستخدمون هاز وهاف لعرض الملكية، أي ليمثلوا الملكية، بينما البريطان يستخدمون هاف جت. فإذا أعطاني جملة وكان فيها هاف جت وكانت للملكية I have got a car، في الأمريكان تصبح I have a car، والعكس صحيح. She has a car، في البريتش تصبح She has got a car. وكذلك في النفي، إذا أعطاني I haven't got a car وأردنا تحويلها إلى الأمريكية تصبح I don't have a car. She hasn't got a car إذا أردنا تحويلها إلى الأمريكية تصبح She doesn't have a car. في السؤال، إذا أعطاني have مع got في البريطانية فبالأمريكية تصبح do مع have. مثلا have you
got a car. بدل have نضع do و got نضع بدلا منها have. إذا أعطاني has she got a car. Has she got a car. في الأمريكية تصبح does she have a car. ننظر إلى الأمثلة التالية. I have a brother. Do you have a sister? Have في الأمريكية أصبحت have got في البريطانية. والدو في الأمريكي أصبحت have في البريطاني. وهنا have أصبحت got. إذن do you have a sister? Have you got a sister? لو أعطاني I don't have a sister في الأمريكية فتصبح I haven't got a sister. وهكذا. أيضا هناك فروق من حيث الكلمات. يجب حفظ هذه الكلمات. Left elevator. Pavement sidewalk. Sweets candy. Holiday vacation. Autumn مع fall. Rubbish مع trash or garbage. Petrol مع gas. Biscuits مع cookies. Conservatory. الكتابة تختلف. في البريطانية تختلف عن الأمريكية. Chemist drugstore. Trousers, pants. Head teacher, school principal. Boot, my trunk. وهذه الكلمات التي على اليسار هي بريطانية، بينما الكلمات التي على اليمين هي أمريكية. وأيضا هناك اختلاف من حيث كتابة الأحرف. هون ما تخافوا طبعا، احفظوا الكلمات فقط. إذن قلنا بعض الكلمات تختلف الأحرف في كتابتها في البريطاني عن الأمريكي. المسألة ما بدها تعب ولا بدها إن نقعد نفكر كثير، بدكم تحفظوا هدول. ليبر كيف بتنكتب في البريتش والأمريكان، ونفس الشي هاربر، فليبر، كالر، نيبر، فيبرت. بالبريتش بنستخدم أويو، في الأمريكان ما فيه، والعكس صحيح. فإذا أعطاني كلمة labor بجملة بالأمريكان، فأنا لما بدي أحولها لبريتش بكتبها labor بالأويو، وباقي الكلمات نفس المبدأ. وهون نفس الشي، الار اي بالبريتش تصبح اي ار بالأمريكان، مش اي ار اي ولا اي اي ار. احفظوا بس هدول، نلتزم بالكتاب شوي. traveling نفس الشي، اي دبل ال تصبح ال في الأمريكان، ونلتزم كمان مرة زي ما حكينا بالكتاب. جولر، موديلينج، كانسل، مارفلس. الأس بالبريتش تصبح زد في الأمريكان. زي ما انتم ملاحظين. وهكذا نحفظ الكلمات هدول. والدبل ام اي بالبريتش تصبح ام واحدة بالامريكان. بروجرام. وما ننسى ننتبه من الكلمات التالية. شوفوا هون اركيولوجي وهوميوباثي. بالامريكان باي، في البريتش الاركيولوجي الاي اي، وفي الهوميوباثي الاو اي في البريتش. ونفس الشيء مع ديالوج، في الامريكان او جي، في البريتش او جي يو اي. في الامريكان براكتس فيرب اند ناون، لكن في البريتش براكتس اي اس اي الفيرب، وبراكتس الناون تبعها اي سي اي، فبننتبه منها. وبضل عنا هدول اللي جايات على تمارين الكتاب وما بغلبوا. take a look تصبح في البريتش have a look، والعكس صحيح. take a short rest تصبح have a short rest، وhave a short rest تصبح take a short rest. goodness في البريتش تصبح gosh. و did you ever go تصبح في البريتش have you ever been، والعكس صحيح.
وأي has or have زائد just زائد ثالث تصبح تصريف ثاني مع already. يعني has just played لما بدي أحولها لأمريكان تصبح played already. have just slept تصبح في الأمريكان slept already. في البريتش بنحكي to have a break، في الأمريكان بنحكي for recess، في البريتش بنحكي take sorry have a shower، في الأمريكان بنحكي take a shower، وآخر شي في البريتش بنحكي flat وفي الأمريكان بنحكي apartment، وهدول معناهم شقة. ركزوا كثير على درس البريتش والأمريكان لأنه أكيد بكرة إن شاء الله راح نشوفه بامتحان الوزاري، وما تنسوا تتابعونا على موقع الأوائل وعلى صفحة توجيهي أردني، وشكرا لكم.